بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، مشاهدي راديو وتلفزيون العرب في وطننا العربي الكبير، إليكم المباراة الختامية للتصفيات الأولية للمجموعة الأولى، والتي تأهل فيها المنتخب السعودي قبل أن تبدأ هذه المباراة. يمثل الصين تايبي هانغ سينغ سوباو تاي وواو تشانغ لي تشينغ، رقم 10 تشينغ جين، و12 شينغ بي، و15 لين هانغ، و16 شين هوانغ، 17 شين تشان، و19 وانغ وين، و20 تو مينغ. المنتخب السعودي اليوم بيلعب بتشكيل جديد، طبعا لا يمكن ان نطلق الحكم الرابع من سلطنة عمان محمد الكعبي، ودي هجمة المنتخب السعودي عرضية وحيحطها بالجول، بيحطها بالجول. اللمسة الاولى سامي الجابر بيسجل الهدف في الدقيقة تقريبا الثالثة والنصف او الدقيقة الرابعة من شوط المباراة الاول. اذا زاوية صعبة حقيقة، تمركز سليم وفتح اللعب عن طريق الاجنحة بسم الله الرحمن الرحيم محمد، وتمركز سامي في المنطقة المناسبة. هذا خالد مسعد، خالد مسعد بيأكد ان هو افضل لاعب. سامي الجابر بيثبت ايضا انه لاعب نحاز فرص وتمركز بشكل جيد، ويبدو انه سامي لما بيلعب بالاول بيلعب بشكل ثاني. هذه اعادة لكرة خالد مسعد، جناح ايسر كلاسيكي حقيقي، استقبال رائع من رأس الحربة سامي الجابر، وبيسجل به الهدف الاول للمنتخب السعودي في الدقيقة ثلاثة من الشوط الاول. تميم، الهدف كان جميل، ايش رايك؟ تميم اليوم مباراة مريحة جدا، دائما المنتخب السعودي يلعب تحت ضغط كبير. عرضية، عرضية، هيشوط في الجول، يا سلام! يا سلام يا خالد مسعد! يا سلام يا خالد مسعد! هداف البطولة أو هداف التصفيات حتى الآن، أربع أهداف. كده مضطرين نقدم له جائزة ثانية. يعني البارح احنا كنا سعداء بالمشاركة، وصاحب سمو الملك الأمير سلطان بن فهد قدم لخالد مسعد جائزة راديو تلفزيون عرب، وهي جهاز تشفير ديكودر دي اس تي في. واليوم يعني خالد فعلا يستحق جوائز كثيرة، شايفين في كل الاتجاهات، في كل الاتجاهات بيشوف خالد بيتحرك، اللاعب كسب الثقة في نفسه بشكل كبير، وبيأكد ان هو موهبة كروية عالية تستحق كل التقدير وكل الاحترام وكل المتابعة. يعني حتى يمكن الاخ خالد الغول والاخ اشرف شاكر كانوا بيقولوا انه مفروض لاعب مثل خالد مسعد يحترف في الخارج، لانه احسن من لعيبة كثير محترفين في اوروبا. على اي حال، بداية جميلة وموفقة، الدقيقة السادسة، هدفين للمنتخب الحيثان الجمعان. دائما الناحية اليسرى فيها، لان هذا كرة سريعة وحيكمل، حيكمل لكن بتطلع من عبد العزيز. دائما العملة نادرة اللاعب الايسر، لكن لما يكتمل خط كامل او جبهة كاملة في الناحية اليسرى، شايفين يمكن عبد الغني ممتاز جدا في مركز الدفاع الايسر، خالد مسعد ايضا في حائط تمويهي، بتلعب بسرعة بتنشاط المرمى، حلوة حلوة، فيها تكتيك، فيها فكرة، بتنشاط مرة ثانية، لكن بتطلع من سامي الجابر ضربة مرمى. 14 دقيقة من شوط المباراة الأول. مخالفة كابتن علي، سامحني مش قطع عليك، يعني حق وروى. خالد مسعد هو اللي يقدر يلعبها حلوة لخالد مسعد على صدره، وهي نزل على طول اللمسة الثانية لحسين، حسين حيشوط، لا بيعلي، بتتلم، تتصلح برا، بيشوط خميس الزراني، جول. حلوة يا خميس، حلوة يا خميس، حلوة يا خميس، خميس الزهراني، خميس الزهراني أحد الوجيه الواعدة، ومن الأشياء الجميلة الواقع اللي كنا نحكي حوالينها مع كابتن تميم إنه منتقل إليها حتى في خارج الوطن. حسين في الجول، وفي الجول سامي الجابر، سامي الجابر، سامي الجابر، ممكن سامي الجابر يكون هداف التصفيات في المباراة دي، بس يعني إلى الآن جايب جولين سامي الجابر، والهداف حتى الآن خالد مسعد، واقع أربعة أهداف. سامي الجابر في الدقيقة 16 أو 17
سامي بيحرجنا، بيجيب اهدافه في دقائق وكسر من الثواني. يعني الهدف الاول في الدقيقه 43 ثانيه، الهدف الثاني في الدقيقه 16 و43 ثانيه تقريبا، اهي واضحه وهي على طول وبيسجل الهدف الثاني. كابتن تميم الهدف الثاني، الهدف الثالث، يعني شوفوا يعني زي الهدف الثاني، يعني رفعه من عبد الغني يعني في الخط كما هو في دماغه، كان عنده كل الامكانيات المتواجده او امكانيات اللعيبه اللي في البلد كلهم تحت امرته، فعنده يعني الفرصه الاكبر، خططه كلها يطبقها كما يريد من اللعيبه. ولكن كما تفضلت بالنسبه للفرقه الممتاز معناه اللعيبه فيه مباراه بيكون منتخب السويسرا فيها لانه بيثريها اكثر. احمد الدوخي داخل، احمد الدوخي حيلعب كره عرضيه في الارض، حتتكمل في المرمى جول، حتتكمل في المرمى جول. عبد العزيز الدوسري، عبد العزيز الدوسري في الدقيقه 30 و44 ثانيه، اللعيبه اليوم مصرين على 44 ثانيه، دقيقة 30 و44 ثانية، بيسجل عبد الدوسري اللي قلنا النجم الجديد الواعد القادم إلى صفوف المنتخب السعودي الأول، بعد أن كان نجما للمنتخبات الشباب والأولمبي. يمكن ده أول هدف دولي له حتى الآن، أول هدف دولي لعبد العزيز الدوسري. خلينا نسجل الدقيقة دي، قد تكون تاريخية لعبد العزيز. دقيقة 30 و44 ثانية من الشوط الأول في مباراة المنتخب السعودي مع الصين طايبي. لن يلتقي فريق الصين بعد كده مع أي فريق آخر، لكن سيظل هدف الدوسري الرابع في دقيقة 30 هو هدفه الدولي الأول، عبد الدوسري والهدف الرابع. كابتن تمهلل المهلل يحاول يعدي، كرة لسه معاه، داخل فهد، عايز هدف فهد، يصلحها الثاني، ثاني يصلحها في الناحية الثانية الى احمد جميل اللي متواجد. عبد الغني بيشوط، حلوه يا حسين، حلوه يا حسين، حسين عبد الغني كله بيجرب اليوم، كله بيجرب. هذا حسين عبد الغني لاعب المنتخب، حابين بيلعب هو فوق ال 36 او 37 سنه. خميس العوران، احمد الدوخي اللي صنع الهدف الرابع، بينطلق، هل يصنع هدفا خامسا؟ وبيسجل، لكن بتنصاد على طول، بيسدد لكن بتنصاد على طول. والله كمان احسن اختياره كافضل مدافع في اسيا. خميس في خطا لصالح سامي الجابر، وبمنتهى الروح الحلوه شينغ بي، كره سريعه وفي المرمى، وفي المرمى، لا لا لا، في رايه، في رايه، في رايه، في رايه، فهد المهلل، وفي رجل الخط شام لاما نيبالي بيرفع الرايه. اي في تسلل، هنشوف التسلل مره ثانيه. في كهو لقطه بعيده عن، يعني فيها شحن ليس من العمق للنتيجه، تعتبر من الضرب، وهذه اغلب الاهداف اللي تسجل، هذه طريقه التسجيل ما شاء الله. عبد العزيز للدوخي، عرضيه وجميله وحلوه وفي المرمى وتطلع برا، حلو. يعني يمكن كابتن سميم كمهاجم تتمنى دائما ان اللاعب اللي بيرفع لك الكره يرفع راسه ويغزر اليك او ينظر اليك، يعني يشوف موقعك وبعدين يرفعها. في بعض اللاعبين بيرفع من اطراف كور. احمد الدوخي وانطلاقه من الناحيه اليمنى، والحكم سيداتي انساتي سادتي بالضبط 45 دقيقه، كيم يونغ جو بيطلق صافرته ويعلن نهايه الشوط الاول بتقدم المنتخب السعودي باربع اهداف دون مقابل. ومع هذا الفاصل الاعلاني حتى بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، أهلا ومرحبا بكم إلى الشوط الثاني. شينغ بي ولين هانغ وشين هوانغ وشين شان في الوسط، وهوانغ وين وتو مينغ في المقدمة. يانغ تشينغ، هذا خالد مسعد وعبد الدوسري، وخطأ بيتلعب بالعرض، بيتلعب في المرمى. حلوة يا خميس، حلوة يا خميس يا زهراني، حلوة يا خميس يا زهراني، من لمسة سريعة وتمركز جميل خميس الزهراني اليوم، كمان بيسجل في الدقيقة واحد ونص من الشوط. طبعا ده مش ممكن يكون أسرع هدف لأنه في الشوط الثاني. خميس الزهراني وابتسامة الرضا والسعادة بالتأكيد من صاحب سمو الملك الأمير سلطان بن فهد
والهدف الخامس خميس الزهراني في هذه الكرة مرفوعة هي وتفلت من حارس المرمى. شوف التمركز والذكاء الشديد، الزاوية الفاضية، أي مكان آخر غير هذا القائم لا يمكن تسجل فيه الكرة دي. الحارس أهو طلع وعلى رأس منطقة 18 ياردة بتسديدة بالرأس وكأنها كرة يد، يحطها فعلا خميس الزهراني. برافو يا خميس، إن شاء الله انطلاقة قوية اليوم لكل النجوم الجدد، خميس وأحمد الدوخي وعبد العزيز الدوسري صانع الأهداف اليوم. كل الفريق بيصنع اللعب، كل الفريق بيتحرك. شينغ بي ده رقم 17 شانشين وبيسدد. خميس العوران متقدم بخمسة أهداف، بينطلق كل واحد فيه للهجوم لزيادة الضغط لأنه أفضل وسائل الدفاع هي الهجوم. في المرمى، في المرمى، وحلوة وبتنصد وتطلع حارس مرمى طبعا سابق أحمد عيد، تخيل إنه هو اللي بتنشاط عليه الكرة دي، وجنبه فنجادة إدواردو فنجادة. ضرب الزاوية لصالح، لكن طلع ضرب مرمى اهي انشاط ضربة مرمى. في تغيير في المنتخب السعودي، حيطلع خميس العوران وحينزل بداله ابراهيم ماطر. اذا طلع خميس العوران ونزل ستة ابراهيم ماطر. والتغيير الثاني الان حيطلع خالد مسعد، وده يعني ده شيء تغيير ايجابي، حيطلع خالد مسعد وحينزل بداله عبد الله جمال. طبعا يعني خساره كبيره انه يصاب لاعب، ويعني كل لاعب مهمين، ولكن طبعا الارهاق عندما دخل مسعد في غادر الملعب وسط تصفيق الجماهير وعبد الله جمعان بينزل، يعني من الاشياء ايضا تغيير. يعلي في اتجاه المرمى وبتعدي الى ضربه مرمى، ضربه مرمى لصالح منتخب السين طيبي. احمد الدوخي او حسين عبد الغني، حسين هيحاول يعكس كره عرضيه، هيحاول يعكس كره عرضيه بعكسه حلوه وبيلوم مسافه في شوط المرمى وبيسجل. بترجع لعبد الله جمعان، يا ساتر عبد الله جمعان، عبد الله جمعان، عبد الله جمعان. طبعا الامير سلطان بيقول ربما لطف ما جات في لاعب من اللعيبه. عبد الله جمعان حاسس عبد الله انه هو صاحب قدم قويه، وبعدين دي ما في خط 12، دي في خط يمكن 6. هنشوف اعاده ليها مره ثانيه اهي، لما سامي تصدت وترجع ثاني ودخل عليها عبد الله جمعان بكل قوه من مهلل لاحمد الدوخي. احمد الدوخي حينطلق بها عرضيه، عرضيه وفي المرمى، وفي المرمى سامي الجابر، سامي الجابر الهدف الثالث في الدقيقه 18 و33 ثانيه. سامي الجابر بيسجل الهدف السادس، الثالث له في الدقيقة 18 و33 ثانية من الشوط الثاني. إذا أنا بقول لكم ممكن سامي الجابر يصبح هداف البطولة في المباراة دي بس. سجل الآن ثلاثة أهداف، وخالد مسعد له أربعة أهداف. خالد مسعد الآن مو موجود، ممكن يتساوى معاه سامي الجابر أو يزيد. كابتن تميم في عادل الهدف مرة ثانية، يعني نسخة مطابقة للأصل من الشوط الأول، من الشوط الأول، يعني على اللجنة تمريره دقيقة، رفعت دقيقة يبدأ موجود، يعني رأس حربة، يعني يعني مركز، يعني يترقب، يعرف الكرة باش تجي عند زميله، يعني والكرة يعني لما تحب فهد بن عبد العزيز أو كما يحلو للناس هنا أن يسمونه وجه الخير في هذه الدقائق التي نقتنصها من وقت سموه الثمين. نعود الآن إلى ضربة الزاوية اللي تشين جين حيرفعها، تصل حسين، حسين نبغى شبكه نظيفه يا حسين. فعلا يعني حسين، يعني انا خفت من كتر ما قاعد استنى الكرات يكون مل، لكن حسين الصادق في كره ذكيه بيغطيها بسرعه. هذه عاده ليها مره ثانيه، اتلعبت بالكعب مخادعه، وده بياكد التوافق الصين تايبي. دكتور مدني، العطاء اللي قدمه اللاعبون الجدد في هذا اللقاء، كنت اتمنى انه يسوي
عبد الله جمعان بالهدف السابع، لكن انعكاساته على الكره السعوديه اعتقد انها ستكون مبشره ان شاء الله، وسيكون هناك دافع لكل العناصر الشابه في الفرق السعوديه ان تطمح في الوصول الى الفريق الاول. يعني الان انا اعتقد يعني خميس الزهراني او امامه حائط صد فردي بلعبه سريعه تتلعب في المرمى. برافو يا حسين، برافو يا حسين. استاذ يمكن مقبول وجيد، سيما الدور الاول تم في الامطار، و بشكل عبد الله جمعان حيزيد هدف، حيزيد هدف عبد الله جمعان. لا لا، انطلق انطلاقه قويه، وده تاكيد لكلام الكابتن تميم انه رغم الهدف السادس اللياقه لا تزال موجوده، ويمكن طبعا جاء عبد الله جمعان لانه تغير في الشوط الثاني، ولكن هذا لا يعني انه لياقه الفريق توقفت، بالعكس نشوف انطلاقات تدل على انه المخزون اللياقي متواجد لم ينفذ، وانه العطاء مستمر. هذه ما هي ضربه الزاويه؟ بالتاكيد ضربه الزاويه، حنشوف اللمسه الان، حنشوف اللمسه الان. يعني غير يتأهل عن المجموعة العاشرة لمجموعته. مهلل مهلل، لا زال البحث مستمر عن الهدف. في 11 منتخب عربي بيحاول الوصول. بيحاول الوصول إلى العشرة فرق التي ستختار من 10 مجموعات. طبعا استحالة تصل 11 فرقة عربية، لكن حيصل إن شاء الله نتمنى أكبر عدد ممكن من الفرق العربية. وهكذا سيداتي أنساتي سادتي، يطلق حكم المباراة الكوري الجنوبي كيم يونغ جو صافرته ليعلن رسميا تأهل المنتخب السعودي.